السلام عليكم خاوتنا، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جولة جديدة، نشوفوا وين الناس، الشعب الفنلندي كيحب يسولاجي على روحو، وين يروح. نشوفوا البلاصه هذه اللي يجوا يريحوا فيها الناس، يرتاحوا نفسيا. يعني الطبيعه ما شاء الله. نزيد نوريكم واحد الفايس هكذا قدم، هاي تابعونا للخ ان شاء الله. هاي وهذه هي الدار اللي نباتوا فيها اليوم، عندنا ليلة برك، وغد ما شاء الله نسهلوا. كل استخدم تلفزيون واحد الراحة في كرسي هذا. هاي الكوزينة، من هذا الشنابر، هاي الشمبراء، هاي زوج، هذه هنا الصونة، هذه الشمبرا واحدة أخرى، وهنا هي الصونة. سيس سبعة راوليك سين جاب هنا، راه متخبي. حشم راوليك. ها يجري بسليمتو يجري.
هاي الطبيعة هنا ما شاء الله، الربيع ما شاء الله. خلوية ما شاء الله. الله يبارك دار كيما هذي ما نزيدش. شوفوا هذه الطوموبيل واش من العام ما على باليش، بصح تبالي قديمه بزاف. ولوك الدار هذيك ليك الله يبارك. اليوم نخدعهم بالطمينة الجزائرية، الطمينة الجزائرية. بون نبداو بعسل، ونبداو بعسل شوية تغلى شوية. لازم نخلعوها بالطمينة في لندن. هاي نكبو شوية تشيشي، راهي حمصتها من قبل. نكبو شوية زبدة، شوية زبدة، ونزيدوها شوية تاع غرفة هكذا باش يطلق شوية بنة هذيك. ها هو القرفة من فوق شويه شبح. هاي الطمينة الجزائرية في فنلندا. هاو راح يجرب الطمينة الجزائرية، هذا انسان فنلندي. It's delicious. It should be with sweet, but not too much sweet. Yeah, it's with speciality. It's strong coffee. Exactly, exactly. عجبتو الطمينة. بصحتك اضرب. صباح الخير عليكم. واش راكم لاباس؟ هاي اليوم صبحت على المنظر هذا من الطاقة. الله يبارك. سيروحوا بالفلوكة هذه نشوفوا ليه واش كاين. هيا اليوم وليت سنديبات البحري. صباح ربي. هاي نحوس شوية منه.
نسيو نربو الشبكة هذي ولكش ما نلقاو هنا الفطور. والله والو هيا بطلنا هيا هيا بطلنا الجزيرة هذه صغيرة ديروا فيها طلع كنا نمشوا لقينا هذا الجسر معود شوية يدير الكوتي لهور مايل شوية هذا جزيرة داخلة في جزيرة يعني داخلين في جزيرة وزدنا قلنا جزيرة واحدة أخرى أنا داخلين فيها بيناتهم في الجسر هانا نمشو خلاص هي هذي على ربك انا ماشيين هاملين هنايا هذا الزجر شو الأورغانيزي هذا كاش واحد غرسهم هنا بكري والله أورغانيزي واحدة مور خوتها هذا الجزيرة هذه كان فيها واحد بكري سبحان الله كنا نمشو شو شو نلقينا هنا في الجزيرة هذه هذو كانوا عباد بكري يقعدوا نعيا ويشربوا خاويو عبوندوني خلوي في وسط الطبيعة هاي نمشيو على ربي شوفوا الشجر هذا شارع عالي الله يبارك عمارة ديريكت هذه الجزيرة اللي راني فيها وهذه يربط بيناتهم هذاك الجسر الأولي هذاك الجسر المائل شوية إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الرحلة شفنا كيفاش الناس تاع الشعب الفنلندي كيفاش يسولاجي على روحو يجوا لا ناتور هنايا عند الدار في لا ناتور قدام اللاك
ويرتاحوا شويه من الضغط تاع المدينه والخدمه هذه هي على بروشان ان شاء الله. وبارك الله فيكم اللي تبعتوا حتى الاخر، وتحيه الجزائر.